السلام عليكم، كي دايرين؟ كلشي بخير. لاباس عليكم اليوم؟ ما عنديش درس ديال الصباغه اليوم، ان شاء الله يكون عندي درس ديال الطرز. بغيت نوريكم طريقتي اللي كنطرز بها بلا ما نرشم في الثوب، بلا ما نوسخو. بعض المرات كنرشمو في الثوب وما كتعجبناش الرشمه، اولا كتجينا صغيره، اولا كتجينا كبيره، اولا كيجي فيها شي مشكل وكنضطروا نحلوها ونعاودو حاجه واحده اخرى، وتيبقى لينا الرشيم في الثوب. الا كان عندنا شي ثوب اللي ما يتحملش انه يتصبن بحال الحرير او شي حاجه، كنصدقوا في مشاكل كبيره. لان انا فايتات وقعت في هذا المشكل، علاش؟ ما بقيتش كنرشم في الثوب نهائيا بالبابي كاربون، ما تنقيسوش. شنو وليت كندير؟ ناخذ مثلا عندي انا هاد الرشمه، كنرشمها في واحد القفطان، كناخذ الفيزلين الرقيق، ها هو رقيق، وتنطراسيها فيه بهذه الطريقه، تنحطها فوق منه، هي كتبان. غادي ناخذ الرشمه ديالي، بهذه الطريقه هي. هي الرشمه ديالي خديتها كلها، غادي نقطع هذا الطرف ونوريكم شنو غادي ندير به من بعد. الوغ قطعتها، ها هي ناتي، قطعت الرشمه ديالي وجبت البلاصه فين بغيت نديرها. انا عندي هنايا السقلي، الحصيره بالسقلي، بغيت نديرها فيها. هذا راه الكم، ها هو هذا هو النص ديال الكم، وغنجي نحطها هكذا مع النص. انا كنحاول نخلي نفس الاسباس هنا هو هنا، باش ما تكونش عندي ما تجيش عوجه في الحطه. الله اكبر، غنحطها هكذا مع النص، وغادي نشدها بالفنيتات، ما غادي نلصقها ما والو، حيت لصقتها خصني نحدد، وانا ما بغاش نحددها. غادي نلصقها هكذا بالفنيتات وغادي نخيطها من بعد، غنطرز فوق ملمص صغيرة. هاهي النتيجة من بعد ما طرزت فوق الفيزلين. أنا بغيت نصور لكم كيفاش غادي نحيد الفيزلين، زعما بطريقة راه ساهل وبسيط، فقط كنجرو وتتحيد مع الحافة ديال الخدمة بالطريقه. الطريقه بسيطه، دغيا دغيا تتحيد، لان حنا استعملنا هنا غير الفيزلين الرقيق. بالطريقه، وها هي البياسه ديالنا مطروزه واجده. ها هي النتيجه دغيا دغيا، ما عذبناش باش في التحياد، و ميم طون كتبقى لنا البياسه نقيه، ما فيهاش بابي كربون، ما بقاش بعض المرات كنطرزو كيبقى يبان لنا الكونتور ولا شي حاجه. نتمنى الطريقه تكون فاتتكم، تستعملوها. ممكن تستعملوها فوق المبره بالنسبه للناس اللي كيعذبهم الرشيم فوق المبره ولا كيلقى فيه مشكل، وفوق الاثواب زعما اون جينيرال. نتمنى الفكره تكون فاتتكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم بحول الله. الا عجبتكم الفكره بارطاجيوها، ما تنساوش الاشتراك في القناه، ما تنساوش خليو ليا جيم وكومونتير، و استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.